بالنسبه اللي ما يعرفوش جوج نسوا به انا مش لقيت في الاس تي كي نحط جوجل في الاس تي هذه شخرج سيت نتاع الاس تي و سي بون و واضحه اما صاير سوء تفاهم مع جوجل مرتين في حياتي لولين كي نحط الاس تي ومن بعد نحط ايماج يخرجوا ايماج موان 18 وهي فاك احكي معهم معني حتى اللي ما تقدر يشيرش حاشا جوجل بهيم شوي دونك يتبقوا جوست الكلام اللي جاهم وكهو حاجه هو عملت الشيش مولو سي بون لقيت باج فيسبوك حاجه زهور جوست كي سيلو موي واضحه كي مشيت ليماج اش قابلت بوبيلا بوبيلا اخر بوبيلا فيضانات فيضانات اعطي سامير حسيلو تقول حاجه زهور الحومه ذي تشبه وهي حومه اذا عاقله ما فيها حد شيء معنى اسمها الزهور ديجا يعطيك صحة يعطيك صحة سي نشكر نجيب على الانترفونسيون نتاعو يعطيك صحة بحق انترفونسيون تخونا برشا ميرسي صدق عليه كيفاش باهي توا يقول قايل عندنا في التصور ذوما تحطوا في جوجل شنو الحل؟ لا نجوش صحيح انا باش نعطيك ثلاثه حلول منهم حل واحد لما حالي نجم يجي الحل الاول بياتي جوجل شكون اللي نجم بياتي جوجل حاسبني من بعد اجا بياتي جوجل حل ثاني بطبيعه بياتي جوجل امبوسيبل حل ثاني تحتل جوجل ديجا باش تحتل جوجل صعيبه شوي خاطي هذاك كي تحتل جوجل وقتها تطيح من قيمة حي الزهور بالحق. دونك هذيا حتى كي تنجم تعملها ما تعملهاش. الحل الثالث اللي تهنى حل انا حسبي انا ينجح ويبدل صورة حي الزهور في جوجل كي تحط ايماج. اللي هو نستعملوا لي ريزو سوسيو. شكون يعرف شنو لي ريزو سوسيو هوني؟ اوكي انا برشا عباد حسبي انا يعرفوا لي ريزو سوسيو. اش تعرفوا على الريزو سوسيو؟ أكثر حاجة مهمة تو في الريزو سوسيو شنو هو؟ فيسبوك قالوا لي بيه؟ يوتيوب انستغرام تويتر اوكي بيه هذا اللي موكم واحد بيه؟ توا يقول قال ساعة شو مدخل جوجل في الريزو سوسيو الريزو سوسيو انت سورتو المعروفين فيسبوك يوتيوب وانت ماشي وفي ميزو تهبط تصور كان تعمل معهم حاجات سبيسيال كي تهبط تصور ينجموا في صار فيسبوك كنت على فيسبوك بيان سور وصام فيسبوك تويتر بون عمل هاشتاج اما في تونس مش ماشي بالكدا الانستغرام اللي توا طالع بالكدا نتاع توسكي دي فوتو وكل شيء تهبط تصوير تعمل هاشتاج نتاعك ومويك واضح باهي باش نعطيكم توا ديت سيت ما يستعملوش الهاشتاج اما يستعملوا لي تاج واللي تاج نتاعهم شوف بالكدا كيما اليوتيوب انا تو باغ اكزومبل عندي نحكي لكم على اكسبيرونس بيرسونيل عندي شين يوتيوب الشين يوتيوب هذايا نحط دي تاج كي يجي واحد يعمل شيش في يوتيوب حسب لي تاج اللي انا حطيتهم لي فيديو نتاعو نجمو يخرجوا له في اللوق دونك لي تاج نتاع في يوتيوب ما فماش كان لي هاشتاج فما دوتر تاج يمشيو مع دوتر سيت كيما يوتيوب سورتو يوتيوب وجوجل تو مع بعضهم بيه اي فما دوتر سيت مي بون كيفاش نحطهم الكل بيه وتو باش ندخل سيرون بيه بون بيان سور تفهمنا على فيت كانك بالهاشتاج عندك اكثر شانس باش فيديو التصوير اللي تهبطها تهبط ديريكتومون على جوجل بيه الحل تو شنو باش نحيوا كتصاور خايبة نتاع جوجل انا واحد من الناس نصور تصاور في حي الزهور مع شجر تصورت مع ولاد حومتي في قهوة نهاشتاجيهم حي الزهور هاشتاج حي زهور هاشتاج تونس ونورمالمون سي بون يبداو يهبطوا على جوجل وفي ميزون نهبطوا 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 تساوي بهين بالطبيعة ما نهبطوش تساوي خايبين حتى نحبوا نطلعوا الريبيتاسيون تاع حي زهور مش طايحة باهي وهاش نعطيكم كيلكو ديكزومبل نتاع تساوي تنجموا تهبطوا خذ فيشكا خذ فيشكا تاشتاجيها مع حي زهور معناها احنا عندنا حاجات باهين جاك تشوف ما تشوفوا كاليتي باهي عندنا الحمد لله خذها باقي
بون صلاته سبيسيال شوي بيت خضر هذوما كلهم راهو يطلعوا في ليبيتاسيون تحقيهمش باهي هذيا التصويره عجبتني باش توا التصويره هذيا تشوفها تقول تحفونا كل شيء اللي خذاها شكون قال لك عليه فينا بقعه خذاها خذاها في بقعه مطبعه خذاها في بقعه كلها فيضانات معناها خذيه اونجل مع شجر وجيبها التصويره تحفونا كانت تكمل هذيا تهشاقي مع حيزور وهذيا طلعت ليبيتاسيون تاع حيزور تكونش تقع فيها طبعه تصور هذي تولي الحاجه الباهيه نتاع حيزور مثلا تعمل مناظر طبيعية شوف كان عندنا مناظر طبيعية في حي زهور نصوروهم ونهبطوهم على جوجل انستغرام على فيسبوك انستغرام وعلى تويتر وسمعتش بكذا بكذا وذيك يطلع في ريبيوتاسيون تاع حي زهور باهي بون هذايا باسكو حكيت على مناظر طبيعية حطيت هذي تنجم تحط الشروق نتاع الشمس ولا الغروب في التصاور نتاعك بون فوالا هذوما الحلول حسبي انا باش نطلعوا ريبيتاسيون تاع حيزور في جوجل وما تحقوش الورقه اللي تعيشوها في الشارع ولا حاجه خاطر هذيك من بعد تمشي